يعني الباوي عرف ان الله حق وجاي يطالب الصلح يا بكروري. خلاص يجي بقى هنا زي الكلب ويدفع الذي منه. تحب تقابله امتى يا معلمه؟ يا ريت قبل زفتك على صباح يا بكروري، اصل انا نفسي اعمل لك فرح ما حصلش. المعلم بدران موجود؟ ايوه موجود، اتفضلوا. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، اهلا وسهلا بالراجل الجدع. اهلا وسهلا اهلا. لهم يعملوا شاي يا بكروري. اتفضلوا 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 اتفضلوا. يا سلام، اما شفتك بتتخانق مع رجاله الهلباوي فكرتني بشبابي. ربنا يحرسهولك يا حاجه ويخلي لك بنتك ويبارك لك فيها. احنا صحيح جايين من غير ميعاد لكن طمعانين في كرمك يا معلم. تأمري يا حاجة أموري. طب مش قبل ما ناخد وندي في الكلام تعرف الأول احنا مين يا معلم؟ أكيد ناس طيبين والجواب يتقري من عنوانه. ده بس من أصلك الطيب يا معلم. أنا كرامات طب وزادة. صاحبة تجيه طب وزادة؟ يا 300 مرحبا، احنا بيتنا تبارك النهاردة. أموري أموري يا حاجة. سعد ابني طلب القرب منك يا معلم. عملها للباوي ابن الكلب. براو عليك يا زوفا. انا لولا خدتها بمخ الحنطور كانت هتلم علينا الدنيا وتودينا في داهيه. الف براو عليك. كل ما اقول لك حاجه تقول لي براو عليك. ما تشخشخ جيبك امال يا معلم. ما تتكسف على دمك وتدي القليه حرقه. الله، انا مستني اوامرك يا معلم. اتفضل اسبقيني على الاوضه يا استاذ زوبا. عينيا. عشان اديلك حقي. انت صحيح لقوا تكتب كتابك على بنت بدراني الليله؟ ما كنت بخطفها عشان بحلق فيها ولا اتجوزها؟ البنت دي مش قاصر، ولو قالت المأذون انها مش عايزه تتجوزك لا يمكن هيكتب كتابك عليها ابدا. فتح مخك معايا وابج المأذون لازم منه. انا يا موسى ده انت اللي اخترعت الرشوه في البلد. انا مش عارف انت مصمم على الجوازه دي ليه؟ ما تاخد مزاجك منها وتسيبها تروح لحالها. يا موسى دي بنت بدران الفتوه، لا هي زوبه ولا حسنى. لما تبقى سبت الجواز في جيبي محدش من فتوات البلد يستجرى يرفع عينه فيا. هو صحيح انت شريكي وحبيبي واخويا، بس عمري ما شفت حد في وساختك. يكتب كتابك يا جميل. يا معلم كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. خلاص نتفق، قولي لي على كل طلباتك وانا انفذها لك فورا. انت مش اصيل وعندك مروه؟ طبعا. طب ما تعمل باصلك وترجعني لابويا. انا هنهزر يا بنت، بقول لك المأذون تحت عشان يكتب كتابنا. شفت بقى انك طلعت ما عندكش اصل. الله الله الله، عقلك كده وحط عقلك في راسك. انا عاوزك تبقى حلال يا سبوحه. عمري ما هبقى حلالك. يبقى انت بقى عاوزه تسدي باب الحلال في وشك. في شارع مين يا راجل انت؟ الواحده تتجوز غصب عنها. في شارع الهلباوي يا حلوه. صحيح ان اختشوا ماتوا. يا راجل اتلم، ده انت من دار ابويا. وماله؟ بتدهني في العتاب. اخفى عليك راجل نجم. انت ما انت اللي كنت عارفه مني بالحلال احكم لي بالحد من الاول. لو قربت مني تاني اخلص عليك. هتروحي مني فين يا بنت بدران؟
جاهزين يا معلمة، مستعدين ننزلوا على حي الهلباوي ويجيبوا عليه وطين. لا لا، ما تشعللهاش يا بكروري، حياة بنتي أهم من أي حاجة في الدنيا. يعني هنقعد كده زي الولاية نتفرج على الهلباوي؟ اعلى بكروري، الهلباوي خلاص حط السكين على رقبتي، مش هقدر أقول له تلت التلاتة كام. عين العقل اللي عملته ده يا معلم بدران. خليك جنبي يا سعد، اعتبرني دراعك اليمين يا معلم. يمهل ولا يهمل، كانت قامت لمين يا ابن ادم لما حدم لك؟ كانت قامت لمين يا ابن ادم لما حدم لك؟ انت فين اراضيك يا زكريا؟ انت فين اراضيك يا زكريا؟ اعطيني مما اعطاك الله يا معلم. اعطيه مما اعطاك الله يا موسى. عينيا عينيا الاثنين. هات انت يا اخويا مما اعطاك الله. اهلا يا حسن. لا اهلا بقى ولا سهلا، ايه اللي هبته ده يا راجل؟ خدت بطاره يا حسن؟ خدت بطارك ولا وسخت اسمك في السوق يا هلباوي؟ هتخانها تاجر ما يستجريش يجيب اسمي على لسانه. يبقى ما سمعتش اللي بيقولوا عليك يا فالح. بيقولوا ايه؟ ان دلك نجس ومفتري وما تعرفش ربنا. انهي ابن هرم بيقول عليا كده؟ كل تجار السوق، ولا انت نايم على ودانك يا هلباوي؟ تفتكر اي ست هترضى تحط رجلها في الوكاله بعد عملتك المهببه دي؟ حاجه فاهمين يا حسنى انك هزيت طولي وجيت لحد هنا عشان خايف على سمعتي. سمعتك؟ سمعتك يا اخويا ما هتنيرت بستين نيله واللي كان كان. انا كل اللي يهمني ان نخلص من بنت بدران بدل ما هي قاعده لي في البيت زي العمل الراضي. صباح مش راجع بنت ابوها، انا خلاص هتجوزها. ما دام نويت تسترها في الحلال يبقى تفتح مخك معايا وتسمع اللي محدش يعرفه غيري. بدران حط واطي خلاص وسايباها في البيت بيعيط زي الولايه. لو كان قدم السبت كان لقى الحد قدامه. فدلوقتي مستعد يقدم الاثنين والتلات والاربع كمان. معناته ايه الكلام ده يا حسن؟ عايزاك ترحمه وتخليه يحضر كتب كتاب بنته. وانا ايه اللي كبرني على كده؟ اسمعني بس، ما هو انت لما هتراضي بدران وتخليه يحضر كتب كتاب بنته هترحمه من فضيحه في وسط فتوات البلد، ساعتها هيشيلها لك جميله وهيبقى خاتم في صباعك. ولا انتوا عايزين تفضلوا طول عمركم تاكلوا في بعض بالشكل ده؟ والله يا حسنى كلامك عشش في نفوخي، بس بس ايه؟ بس البنت معصلجه ومش نافع معاها الذوق. ما هي لازم تعاصلك، ما دام فضحتها وفضحت ابوها بالشكل ده، لكن لما تعرف ان ابوها موافق على جوازها وهيحضر كتب كتابها هتحط واطي طوالي. طب ما تكسبي فيا ثواب يا حسنى وتروحي لها البيت وتلاقيني دماغها بكلامك الحلو ده. كل شيء بتمنه يا هلباب. امور يا حسنى. انت فاكر بيت القلعه اللي كنت مقعدني فيه قبل ما اتجوز بدران؟ ودي حاجه تتنسي. خلاص بقى ما دام لسه فاكر، اكتب البيت باسمي يا هلباب. تشربها الاسوس يا حسنى. طيب يبقى بين البيع والشراء يفتح الله. طب ما تتمسيش حرام كده يا موسى. ايوه امر يا معلم. بيت القلعه تكتبه باسم حسنى. بيت القلعه؟ البيت ده انت بعتهولي. خلاص رجعت في كلام. نعم رجعت في كلامك. عمرك يا معلم. وبكره الصبح رجلي على رجلك وحجة البيت لازم تبقى في ايدي. السلام عليكم. روحي يا شيخه، ربنا ما يحكمك على يتامى. وديك يا موسى نزلت في البنت ما تطلعش من بيتي. ترى ايه يا معلم بدران؟ خد حمرة ولا ايه؟ مش انت اللي صممت ان قعدة جوازي تعمل هنا وش بيت الباوي؟ يلا يا معلم بدران استقبل الزفه، خلي الناس تعرف ان بنتك اتجوزت برضاك مش غصب عنك. يا واد المعلم الباوي. الباوي شابندر التجار. الراجل المجدع. اللي ما تطلعش منه لعيبه ابدا. الف مبروك يا معلم الباوي. بالك يا سعد. تسمح تقبل هديتي بمناسبه جوازك؟ الزوله دي متطعمه بالفضه ما يشيلهاش الا المعلمين الجدعان قوي اللي زيك. مقبول يا سعد. يلا يا رجاله. يلا We'll be right back.
في الرجال انتم؟ ازاي تسيبوا ابن كرامات ينفد من ايديكم؟ يا معلم احنا قلبنا عليه الدنيا ما عرفناهوش طريق جره. قول ماشي. انا شايف انك ما تنزلش السوق قبل ما تاخد بطارك من ابن كرامات. يعني اقعد في البيت زي الولايه؟ ولو شافوك التجار وانت مدشدش بالشكل ده هيبتك هتضيح السوق. مسيره يقع في ايد ابن اللئيمه. ونستنى لينا ما يقع في ايدينا. ما نطلع له التكيه ونجيب عليها وطيها ونجرجره من رقبته لحد هنا. يا موسى ما تفتحش علينا ابواب جهنم. الانجليز اكيد حاطين عينيهم علينا، خصوصا بعد اللي حصل لك. الانجليز يحط عينيهم عليك انت لكن علي انا؟ لا. ليه؟ على راس ابو كريشه؟ لا، على راسه فرخه. اسمعني بس، واحنا بنعمل لنا محضر الصلح في الكراكون. انا ابدكت الكونستابل الانجليزي اللازم منه. وهو مستعد يغمض علينا واحنا هاجمنا التكيه. مش عارف اقول لك ايه يا موسى. عين في الجنه وعين في النار. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.